طبعا يجوز للمرأة أن تأخذ حبوب تأخير الدورة في الحج بالدرجة الأولى إذا كان الطب كلها أنه بضرش. إحنا أما إذا بضر فيش مسوغ. إذا بضر طبعا هذا بضر. شو يعني بضر؟ مش يعني احتمالات ضعيفة، لأنه ممكن تأكل بكرة بندورة وتضر، خصوصا قشرها للي عندهم كذا. مش هذه القضية. يعني إذا يعني احتمال الضرر حاصل، يعني نسبة مش بسيطة. وأسهل إنه نفتيها بالجواز في قضية الحج، لأنه في وقت معها في الحج إشي بسيط، واليوم عبارة عن بتكون مع جروبات زي ما بيقولوا، جماعات، ومش بإيدها، وممكن تحيض. وقضية الطواف، وعلى كل الطواف له فتاوى مش قضية في هذه المسألة. وفي رمضان يجوز برضو، بس بشرط إيش؟ ما يكونش ضر. ما تنساش ولا حبة. ليش؟ لأنه هاي عماد بقول، ما هو عماد تخصص كيمياء حيوية. هات يعني يعني زي ما قالها الطبيب فيما يتعلق بعدد ال عدد الايام والحبوب بالضبط. اذا صار نشاط للمبيض ممكن الدم اللي بينزل يصير حيوي. يعني قصدي اذا ما التزمتش بالدواء زي ما بقول هو عماد، يعني اذا ما التزمتش بالدواء بالضبط ممكن يصير معها نشاط في المبيض فتحيض، يعني بنصحها. طب وشو بدك فيها؟ خليها تحيض. وانت يا قلقان يا عماد؟ مش هم يضلش يسألوا. هاتوا نشوف يلا. يا شيخ هناك بلكي سأل في القانون.